التحية وللشاهد التحية رمز النضال والصبر رمز النضال والصبر رمز النضال والصبر رمز النضال والصبر ونرفع شارات الزيرو ونرفع شارات الزيرو ونرفع شارات الزيرو ونرفع شارات الزيرو قول المخزن هي قول المخزن هي قول المخزن هي قول المخزن هي جميع القوى الحيه من الشعب المغربي وكذلك الاعلام الحر النزيه. هذه الوقفه هذه جاءت تجسيدا الذكرى الثامنه للحركه المجيده 20 فبراير، وكانت بشراكه مع مجموعه من القوى الديمقراطيه الحيه التقدميه بمدينه فاس، وكذلك كانت دعوه مسبقه لها من طرف هذه القوى هذه، وبالفعل تم تلبيه الدعوه اليوم على الساعه 6:30. وكيف ما شفتوا كانت الوقفه بحضور الجماهير الشعبيه وكذلك الفاعلين داخل هذه الهيئه التقدميه المناديه والتي تدافع عن الديمقراطيه والتي تطالب بالديمقراطيه والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه. هي جاءت في السياق الوطني ديالها، ذكرى 20 فبراير كان ذات سياق وطني، وبالتالي حتى الوقفه اليوم عندها سياق وطني. مجموعه من المدن خرجوا اليوم، وبالتالي حتى مدينه فاس كان انها خاص جماهير شعبيه بمدينه فاس تخرج تجسد هذا الشكل النضالي. هذوك ورقات رفعتهم الجماهير الشعبيه سنه 2011 مجموعه من المدن المغربيه في وجه المخزن وجبروت المخزن من اجل نيل مجموعه من المكتسبات التي صراحه ارى ان الشعب المغربي وفي امس الحاجه اليها، وهي هي لابد من توفرها، لان ما يمكنناش نهضروا على مغرب القرن 21 مغرب 2018 ومازال عندنا محاكمات سوريه، مازال عندنا قمع المسيرات السلميه ومجموعه من الامور. مجموعه من المطالب كما تم ذكرها في البيان اللي قراها الصديق، وهي مطالب ذات بعد اجتماعي اقتصادي بالدرجه الاولى، وكذلك عندنا بعض المطالب الاخرى اللي كتعلق بالاطلاق السراح الفوري لكافه المعتقلين السياسيين سواء الرفاق الذين ينشطون داخل الجامعه، وكذلك معتقلين حراك الريف بالحسيمه، وكذلك جراده وباقي المدن المغربيه. عادل الخلادي عضو مكتب الشبيبه الطالعيه فاس. هاد الوقفه هادي تتزامن مع الذكرى ديال 20 فبراير. حنا كشبيبات ديال اليسار الديمقراطي في اطار الشعب الديمقراطي نعتبر الدور ديالنا في جميع الاشكال النضاليه والاحتجاجات الا دعما وانخراطا في هذه المحطات من اجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشعب المغربي. فعلا انا الوقفه هادي جات بواحد الشكل اللي لازال انا الوضع القائم في المغرب والتراجعات الاقتصاديه والاجتماعيه، فاذا اليسار دوره فهو صلب هذه الحركات وهذه الوقفات من اجل التنديد بكل المخططات الاقتصاديه اللي تضرب القدره الشرائيه لجميع المواطنين. وحنا كشباب من دورنا في طالعات اي اشكال نضاليه من اجل رفع والراي العام والراي الوطني بان المعركه لا زالت مستمره من اجل الديمقراطيه الحقيقيه في هذه البلاد والتحيه النضاليه. فعلا ان جراده والريف ان مناطق اللي كان فيها التهميش لسنوات وما كان هذاك الشيء الا تعبيرا عن واحد الوضع اللي هو مزري، ويسار باعتباره هو ملم بهم الجماهير وبجميع مناطق المغرب فما عليه الا يتضامن مع هذه الاشكال الاحتجاجيه اللي في الحقيقه تعبر عن ازمه حقيقيه وتناقص خطر للوضع الاجتماعي والاقتصادي. واليسار هو فاعل صلب اي حراك كما كان النوع ديالو في اي منطقه من مناطق المغرب. المعتقلين فعلا ان المعتقلين هذا ملف اللي انا بدوري ولا ما يمكن لي الا نضامن وندد بالاعتقال ديالهم انهم كانوا كيعبروا على اراء ديال جميع المغاربه، يعتقلون كاملين بعد كيكونوا يعتقلوا المغاربه كاملين، اذا احنا كيسار وحنا كشباب الطليعيه مع المعتقلين في حقوقهم وحريتهم وكنطالبوا بالافراج عنهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.